موضوع آخر، وبشاير الخير بدأت مع انطلاق عملية توريد محصول قصب السكر المصانع المركزية في كومومبو وإدفو بمحافظة أسوان، واللي من المتوقع أنه يتم توريد 1.5 مليون طن من قصب السكر. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا على التليفون مهندس سامي أحمد، رئيس قطاعات مصانع السكر في كومومبو. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليكم يا فندم، وصباح الخير على مصرنا الحبيبة. اهلا بحضرتك. لو تطمنا على مجريات موسم توريد القصب السنه دي، جوده المحصول كمان. بفضل الله بدانا موسم العصير، احنا بنقول عليه موسم العصير امس، والحمد لله رب العالمين في بشائر خير كتير، التوريدات منتظمه، وان شاء الله باذن الله تعالى مصنع كومومبو وهو اكبر مصنع في شركه السكر والصناعات التكامليه التابعه للحكومه المصريه، هيتورد له ان شاء الله باذن الله حوالي 1.5 مليون طن قصب السنه دي. متوقع ان شاء الله باذن الله انتاج سكر حوالي 160 الف طن سكر ويزيد ان شاء الله. طيب باشمهندس، دايما عشان نزود المساحه لازم يكون في تسهيلات بتقدم للمزارعين. عمليه التوريد لو حضرتك تطمنا عليها، والتيسيرات والتسهيلات والمحفزات كمان للمزارعين عشان نزود محصول القصب وبالتالي يزيد انتاج السكر. هو الحمد لله رب العالمين، حضرتك اداره الشركه متمثله في السيد اللواء عصام الدين البديوي، الرئيس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركه السكر والصناعات التكامليه المصريه. ادى تسهيلات كتير حضرتك للمزارع، برفع نولون النقل عشان يدعم المزارع في نقل القصب، الاسمده وفر حضرتك دعم الاسمده، وحضرتك الحمد لله رب العالمين المزارعين رفع سعر طن القصب من 1100 جنيه ل 1500 جنيه، يعني بمعدل 400 جنيه حضرتك، ده ارتفاع عشان يشجع التوريدات، وفضل الله التوريدات منتظمه الحمد لله رب العالمين. طب يا فندم، لو تعرفنا كمان وتعرف السادة المشاهدين خاصة طبعا من المزارعين، مدة توريد محصول قصب السكر مستمرة لمدة كام يوم تقريبا، ولا مش محدد ليها مدة؟ لا حضرتك، ما إن شاء الله بإذن الله يعني يزيد عن 102 يوم بإذن الله. مقرر أن مصنع السكر بكومومبو بيعصر حوالي 15,000 طن قصب يومي. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني على 102 يوم او 103 يوم ان شاء الله يكون التوريدات انتهت، واحنا نتمنى ان يزيد التوريدات ازيد من كده ان شاء الله باذن الله في المراحل القادمه باذن الله. طيب باشمهندس، احنا عندنا كم مصنع؟ يعني حضرتك رئيس قطاعات مصانع السكر في كومومبو، عندنا كم مصنع يا فندم؟ حضرتك في اسوان في مصنعين، مصنع كومومبو ومصنع ادفو. حضرتك في هنا في مصنع ارمنت، وفي مصنع اوس، وفي مصنع دشنه، ونجا حمادي، وجرجا، كله ده ان شاء الله باذن الله بيشتغل تباعا. احنا اشتغلنا كومومبو وادفو وارمنت، واعتقد يعني خلال ساعات ان شاء الله باذن الله هيشتغل باقي المصانع، والمصانع دي قادره تشتغل على زياده القصب سكر المزروع. حضرتك بتقول ان احنا كل سنه بيكون عندنا زياده في الانتاجيه، المصانع دي قادره ان هي تشتغل على الزياده دي؟ ان شاء الله لا، اضرب اكتر من كده ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب باشمهندس، يعني واحنا بنتكلم عن بدايه انطلاق عمليه توريد محصول قصب السكر، اكيد هنرجع بس خطوه لورا واعرف من حضرتك ازاي تم العمل على مساعده المزارعين بشكل عام لانتاج محصول دون اي مشاكل، ايضا دور الارشاد الزراعي، ايه التحفيزات او التسهيلات او الدعم اللي كان بيقدم ليهم؟ هو حضرتك بالنسبه للارشادات، احنا عندنا تيم عمل من مهندسين زراعيين متخصصين بيدعموا الساده المزارعين في اي استشارات زراعيه، متابعه للافات او الحشرات او اي حاجه من الحاجات دي. حضرتك في زراعة الشتلات، حاليا بنشجع زراعة الشتلات عشان المحصول بتاع المزارع يزيد كما يعني متوسط الفدان، لو زاد فيبقى ربحية للبلد وربحية اصلا للسيد المزارع. وطبعا حضرتك الدعم اللي هو رفع سعر الاصل.
تمام. طيب باشمهندس انا بس حابب نذكر الارقام، يعني احنا السنه اللي فاتت كان انتاجنا عامل ازاي والسنه دي انتاجنا عامل ازاي؟ من ناحيه حضرتك، من ناحيه القصب السكر وبالتبعيه طبعا انتاج السكر، عندنا كم طن السنه دي؟ حضرتك انا اتكلم على مصنع كومومبو، مصنع سكر كومومبو، حضرتك التوريدات السنه دي 1.5 مليون طن قصب. تمام. هي اقل من السنه اللي فاتت، انما حضرتك ان شاء الله نامل ان ايه ان السنين اللي جايه تكون افضل. لازم نعرف كمان ايه السبب يا فندم في ان الانتاج قل السنه دي، يعني مش انتاج حضرتك، مش انتاج، هو الزرع، توريد القصب، توريد القصب. الزراعات قلت بتاعت القصب. يعني احنا نامل ان ايه في ظل تشجيعات الدوله ان شاء الله باذن الله تزيد الزراعات القصب ويزيد التوريدات طبعا بشكل لازم يوازي باقه المصانع دي طبعا، ولازم يكون في دعم اكتر مقدم للمزارعين وتحفيز ليهم عشان يزيد الانتاج وبالتالي يزيد السكر ويكون متوفر بشكل مستمر وباسعار كمان مناسبه. شكرا جزيلا المهندس سامي احمد رئيس قطاعات مصانع السكر في كومومبو.